من عمل عملا ودخل في ذلك العمل نية غير الله جل وعلا بذلك العمل فإن العمل باطل، لقوله من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، فهو للذي أشرك. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا يحتمل أن يكون المراد بذلك العمل العمل الذي يكون من في أصل العبادة أو في أثناء العبادة أو غير نيته بعد العبادة، يحتمل هذا. أو تكون العبادة أيضا في بعضها لله وفي بعضها لغير الله، فما المراد؟ قال العلماء تحقيق هذا المقام أن العمل إذا خالطته نية فاسدة، يعني رياء نوى الخلق أو سمعة، فإنه إن أنشأ العبادة للخلق فهي باطلة، يعني صلى دخل في الصلاة لا لإرادة الصلاة ولكن يريد أن يراه فلان، فهذه الصلاة باطلة وهو مشرك، كما جاء في الحديث من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك، يعني حين أنشأ الصلاة الواحدة أنشأها يرائي. وإلا فإن إنشاء المسلم عباداته جميعا على الرياء هذا غير متصور، وإنما يقع الرياء ربما في بعض عبادات المسلم، إما في أولها وإما في أثنائها. وأما الرياء التام بجميع الأعمال فإن هذا لا يتصور من مسلم، وإنما يكون من الكفار والمنافقين، كما قال جل وعلا في وصفهم يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، كقوله في وصف الكفار رئاء الناس. يعني بهذا أن القسم الأول نية ابتدأ بها العبادة لغير الله فهذه العبادة تكون باطلة، صلاته باطلة، صيامه باطل، صدقته باطلة، نوى بالعمل غير الله جل وعلا. القسم الثاني أن يحدث تغيير النية في أثناء العبادة، وهذا له حالان: الحالة الأولى أن يبطل نيته الأصلية ويجعل العبادة لهذا المخلوق، فهذا حكمه كالأول من أن العبادة فسدت لأنه أبطل نيتها وجعلها للمخلوق، فنوى في أثناء الصلاة أن الصلاة هذه لفلان فتبطل الصلاة. الحالة الثانية من هذا القسم أن يزيد في الصلاة لأجل رؤية أحد الناس، يعني يراه أحد طلبة العلم أو يراه والده أو يراه كبير القوم أو يراه إمام المسجد، فبدل أن يسبح ثلاث تسبيحات أطال في الركوع، والركوع عبادة لله جل وعلا، فأطال على خلاف عادته لأجل رؤية هذا الرائي، فهذا العمل الزائد الذي نوى به المخلوق يبطل لأن نيته فيه لغير الله، وإنما الأعمال بالنيات. لكن أصل العمل صالح لأن هذه النية ما عرضت لأصل العمل، وإنما عرضت لزيادة في بعضه، أطال الصلاة أو إمام، أطال القراءة لأن حسن صوته لرؤية الخلق أو لأن وراء فلان أو نحو ذلك من الأعمال، فلا يبطل أصل العمل، وإنما ما زاد فيه لأجل الخلق يكون فيه مشركا، الشرك الأصغر وهو الرياء والعياذ بالله. هذه الحالة الثانية من القسم الثاني. والحالة الثالثة أن يعرض له حب الثناء وحب الذكر بعد تمام العبادة
عمل العبادة لله، صلى لله، حفظ القرآن لله، وصام لله، صام النوافل لله جل وعلا مخلصا، وبعد ذلك رأى من يثني عليه فسره ذلك ورغب في المزيد في داخله، فهذا لا يخرم أصل العمل لأنه نواه لله ولم يكن في أثنائه فيكون شركا، وإنما وقع بعد تمامه، فهذا كما جاء في الحديث تلك عاجل بشرى المؤمن أن يسمع ثناء الناس عليه لعبادته وهو لم يقصد في العمل الذي عمله أن يثني عليه الناس. هذه ثلاثة أحوال.